السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. البروجكت بتاعنا بيتكلم عن الساتلايت. ريسيرش بيبر اللي احنا اخترناه عنوانها كالتالي: انتجريتنج اوبتيكال اند مايكرويف ساتلايت اوبزرفيشنز فور هاي ريزوليوشن سويل مويستشر استيميت اند ابلكيشنز ان كونتيننتال يونايتد ستيت دروت اناليسيس. البيبر باختصار بتتكلم عن ان انا بدمج بين تقنيتين وهما الاوبتيكال ساتلايت والمايكرويف ساتلايت عشان اقدر اجمع معلومات عن رطوبه التربه واستخدم المعلومات دي في تحليل الجفاف. عشان نفهم البيبر دي محتاجين الاول نفهم يعني ايه ساتلايت، يعني ايه مايكرويف، يعني ايه مايكرويف ساتلايت، ويعني ايه اوبتيكال ساتلايت، وازاي بستخدم كل الحاجات دي في جمع معلومات عن رطوبه التربه. اول حاجه هنتكلم عن الساتلايت. ايه هو ساتلايت؟ الساتلايت هو جهاز بيتم اطلاقه الى الفضاء وبيدور حول الارض او اي جسم في الفضاء انا عايزاه لهدف رئيسي، وهو جمع المعلومات عن الجسم اللي هيدور حواليه ده. طيب ايه اجزاء الساتلايت اللي بتمكنني من الموضوع ده؟ اولا الساتلايت مش بيجي بشكل واحد، وبيجي باشكال واحجام مختلفه، وبيختلف شكله وحجمه على حسب التطبيق اللي انا هستخدمه فيه. ولكن معظم الساتلايتس بتشترك في مكونين رئيسيين، وهما الانتنا والباور سورس. الانتنا دي وظيفتها انها بترسل وتستقبل معلومات، وغالبا بتكون من والى الارض. الباور سورس بيكون عندي يا اما سولار بانل يا اما بيتري. السولار بانل او الخلايا الشمسيه دي بتولد لي باور عن طريق ان انا بحول الطاقه الشمسيه لطاقه كهربيه يقدر القمر الصناعي يستفاد منها. طيب ازاي اصلا بجمع معلومات او القمر الصناعي بيجمع معلومات؟ بيكون موجود فيه كاميرا وساينتفك سنسورز. الكاميرا دي بتكون بتشوف كل اللي بيحصل حوالين القمر الصناعي وبتسجله، والسنسورز دي بيقدر يسنس الاشعه اللي جايه ناحيه القمر الصناعي، وبالتالي بيقدر يجمع معلومات سواء كانت من الارض او الخلايا الشمسيه او الفضاء بشكل عام. طيب ازاي اصلا بيتم اطلاق القمر الصناعي للفضاء؟ القمر الصناعي ده بيكون محمول على صواريخ، والصواريخ دي هي اللي بيتم اطلاقها. والقمر الصناعي ده بيحافظ على مكانه في المدار بتاعه، وبيحافظ على توازنه عن طريق ان هو بيدور بسرعه كبيره، فبتولد له قوة طاردة مركزية بتبقى مساوية لقوة جذب الأرض وعكسها في الاتجاه، وبالتالي الاتنين بيلاشوا بعض، وبيفضل القمر محافظ على توازنه، لا بيسقط على الأرض ولا بينحرف عن مساره أصلا بعيد عن الأرض. وكمان الساتلايتس دي بتبقى موجودة على أبعاد مختلفة من سطح الأرض وبسرعات مختلفة، بحيث إنها استخدمها في تطبيقات مختلفة. طيب زي ما قلنا ان في اشكال واحجام كتير للقمر الصناعي، وبالتالي الفضاء موجود فيه الكثير من الاقمار الصناعيه مش قمر واحد. فازاي بقى بيتم الحفاظ على الاقمار الصناعيه دي من الاصطدام؟ المنظمات اللي بتطلق الاقمار الصناعيه دي بتحافظ على المكان الصحيح للقمر الصناعي، بحيث ان المدار اللي بيكون موجود فيه القمر الصناعي ده بيبقى مصمم بحيث ان هو يتجنب الاصطدام مع اي اقمار اخرى، ولو حصل واصطدموا وده بيكون سببه ان هو كثرة الاقمار الصناعية. يعني كل ما زاد الاقمار الصناعية في الفضاء كل ما زاد احتمالية التصادم، ولو اصطدموا بيحصل حاجة اسمها نفايات فضائية زي موجود عندنا في الصورة كده. وكمان النفايات الفضائية دي بتحصل بسبب ان العمر الافتراضي للساتلايت ممكن ينتهي، وبالتالي بينزل على شكل كرات نارية وبيتسبب لي برضو النفايات الفضائية دي. انواع الساتلايت عندنا الويزر ساتلايت، وده بيتنبأ لي بحاله الطقس وتغيرات المناخيه المختلفه. عندنا الكوميونيكيشن ساتلايت، وده بيستقبل ويرسل المعلومات وبستخدمها في ابلكيشن زي الموبايل. عندنا برودكاست ساتلايت، وده زي الكوميونيكيشن ولكن بستخدمه في التي في. عندنا ساينتفك ساتلايت، ده بيؤدي جميع انواع المهمات العلميه. كده اتكلمنا عن الساتلايت، هنتكلم عن المايكرو. طبعا احنا عارفين ان الشمس مصدر من مصادر الطاقه على سطح الارض، والطاقه دي بتوصل لنا في شكل اشعه كهرومغناطيسيه. الأشعة الكهرومغناطيسية دي لها صفتين أساسيتين مميزين لها، وهي الفريكوانسي والويفلينس أو التردد والطول. والعلماء قسموا النطاق الموجات الكهرومغناطيسية دي إلى نطاقات على حسب الطول الموجي، ولو لاحظنا هنلاحظ المايكرويف نطاقه من 1 ملم لـ1 متر. كمان تقسم الموجات الكهرومغناطيسية دي على حسب رؤية العين ليها، لأوبتيكال ونون أوبتيكال. في حاجات العين تقدر تشوفها زي الضوء المرئي، وحاجات لأ زي المايكرويف والإكس ريز والحاجات دي. كده اتكلمنا عن الساتلايت والمايكرويف، هنتكلم عن المايكرويف ساتلايت والاوبتيكال ساتلايت وازاي بستخدمهم في حساب رطوبه التربه. عشان نفهم القصه دي هنتكلم اول عن حاجه اسمها ريموت سينسينج. ايه هو الريموت سينسينج او الاستشعار عن بعد؟ هو علم جمع المعلومات عن نقطه معينه من الارض. انا عايز اجمع المعلومات عن النقطه دي ولكن بدون اتصال مباشر بالنقطه دي. طيب ازاي اصلا العمليه دي بتتم؟ عشان اول حاجه تتم لازم يكون عندي مصدر للطاقه الكهرومغناطيسيه سواء كانت من الشمس او القمر الصناعي نفسه هو اللي بيطلق الاشعه الكهرومغناطيسيه دي. بعض الاشعه دي بيقدر يخترق الغلاف الجوي للارض وبيوصل لسطح الارض وبيوصل الهدف اللي انا عايزه اجمع المعلومات عنه.
بعد كده الهدف ده بيقدر يعكس لي الأشعة دي تاني بحيث انها توصل للقمر الصناعي. والأشعة المنعكسة دي بتحمل الداتا بتاعت الهدف ده. الداتا دي بتكون موصلة بشكل غير سليم 100% بسبب عوامل الجو زي الرياح، زي اختراق الغلاف الجوي، زي الذرات الغبار، الحاجات دي كلها. فالقمر الصناعي بيحاول يعالجها ويقربها للشكل الحقيقي او للشكل الواقعي. بعد كده بيبعتها القمر الصناعي تاني سواء كان موجود في الارض او في السماء. ده بيتم تحليلها، وبعد كده باخد المعلومات اللي تم تحليلها دي وبستخدمها في التطبيقات المختلفه. احد التطبيقات دي هو قياس رطوبه التربه. طيب انا ليه اصلا مهتميه بالتربه او مهتميه بالجفاف؟ الجفاف ده بيؤدي نقص المعلومات لي لكوارث من ضمنها التصحر. التصحر ده بيسبب لي دمار للأرض وبالتالي دمار لجودة المحاصيل الزراعية، وممكن يسبب لي مجاعات. وكمان الجفاف ده بيحصل بشكل متفاوت وغير ملحوظ، يعني عايز أجهزة دقيقة تقدر تستشعر أو تقدر تجمع معلومات دقيقة عن التربة دي عشان أقدر أدلها العناصر المناسبة في الأوقات المناسبة بالكميات المناسبة. طيب ازاي اصلا بيتم اطلاق القمر الصناعي للفضاء؟ القمر الصناعي ده بيكون محمول على صواريخ، والصواريخ دي هي اللي بيتم اطلاقها. والقمر الصناعي ده بيحافظ على مكانه في المدار بتاعه، وبيحافظ على توازنه عن طريق ان هو بيدور بسرعه كبيره، فبتولد له قوه طارده مركزيه بتبقى مساويه لقوه جذب الارض وعكسها في الاتجاه. في الماسيف مايكرويف ساتلايت بيحصل لي فرق في طول موجي، بمعنى الشمس بتصدر شعاع بيكون لها طول موجي معين بتوصل للقمر الصناعي بطول موجي اخر، ومن خلال فرق الطول موجي ده بحصل بعرف ايه اللي حصل في التربه او ايه اللي خلاني ايه اللي خلى الطول موجي ده يتغير، فبالتالي اقدر اجمع معلومات معينه من خلال الموضوع ده. في الاكتف بستخدمها من فرق الباور، بمعنى ان انا المايكرويف في الساتلايت بيرسل الأشعة بباور معينة ويستقبلها بباور تانية، فمن خلال فرق الباور ده بقدر برضو أجمع معلومات معينة من الطريقة دي، ولكن مش شرط تكون هي نفس المعلومات بتاع البث، ولكن الاتنين بيتشاركوا في ان هما يجيبوا حاجة اسمها السيرفيس ريفليكتيفيتي او الار. من خلال المعادلة دي عندنا تلات مجاهيل، الار والسيتا والإبسون ار. الار نقدر نجيبها، السيتا عندنا اللي هي الفيوينج انجل، الابسلون ار دي اللي هي الداي الكتريك كونستانت، هي دي اللي نقدر نجيبها من خلال المعادله لانها هي المجهول الوحيد فيها. طيب استفدت ايه لمعرفه الابسلون ار؟ الابسلون ار او الداي الكتريك كونستانت ده اصلا بيكون مجموعه من المكونات بتاع التربه زي الاير وزي الووتر وزي السويل بارتكلز. لو قدرت اعرفه بقدر اعرف قيم الحاجات دي، وبالتالي قدرت اجمع معلومات عن التربه. طبعا انا هنا بستخدم الباسيف ساتلايت لوحده والمايكرويف ساتلايت لوحده، مش بستخدم لسه الاثنين مع بعض. وطبعا الموضوع ده له مميزات وله عيوب. نتكلم شويه عن المميزات. المميزات ان هو المايكرويف باند عندنا من 1 ملم ل 1 متر زي ما ذكرنا ورا، وده يعتبر طول موجي كبير مقارنه بالموجات الاخرى زي الاشعه الحمراء مثلا. اللي طول موجي ده بيقدر يخترق غلاف الرياح وذرات التراب والغبار والمطر، وكمان مش بيتشتت في الفضاء، يعني مش بيرجع تاني للفضاء، لا بيقدر ينفذ لسطح الارض. كمان الساتلايت ده بيقدر يسنس الأشعة بتاعتي تحت أي ظروف مناخية وطبيعية، وبالتالي أقدر أجمع الداتا في أي وقت ومن أي مكان أنا عايزاه. طيب الديس أدفانتج بتاع الموضوع ده، زي ما قلنا إن هو بيعدي على سحب ورياح وكل القصص دي، فده بتأثر في الشعاع، وبالتالي الداتا اللي بتوصلني بشكل غير سليم 100%، وبالتالي بتبقى مش دقيقة. دي حاجة. تاني حاجة مش بتجمع كل المعلومات الكافية، يعني كل طريقة بتجمع معلومات وتسيب معلومات، فدي عيوبها. والريسيرشر بقى حاول يقترح حل الموضوع ده، ان هو يدمج ما بين الاوبتيكال ساتلايت والمايكرويف ساتلايت عشان يستفاد من مميزات الاثنين، عشان يديني فالادفانتج بتاع الموضوع ده ان هو بيجمع معلومات اكتر زي نسيج التربه والتضاريس وانواع السطح وتراكم هطول الامطار والنشاط النباتي، يعني بيكبر ولا لا، وبيكبر في مده قد ايه، درجه حراره سطح الارض، ويديني دقه مكانيه اعلى، بمعنى ان هو قادر ان هو يميز تفاصيل صغيره في اماكن صغيره، ويقدر يغطي مساحات كبيره، وبالتالي يقدر يجمع لي قدر كبير من المعلومات بقصه قليله لاني بستخدم حاجه على مساحات كبيره. طبعا كل حاجه عيوبها، ومن عيوب الموضوع ده ان هو بيقتصر بس على الموسم الدافئ، بمعنى ان انا في الموسم البارد ما اقدرش اطلع المعلومات الكافيه اللي تحقق لي مراقبه التربه دي.
دي حاجة. تاني حاجة برضو مش مطلعالي كل المعلومات اللي عن رطوبة التربة، وبالتالي انا ما اقدرش ان انا اقول التربة دي عايزة ايه بشكل كامل وبكمية قد ايه وفي وقت قد ايه. فالترند بتاعي ماشي في اتجاه ان انا احاول على قد ما اقدر اجمع اكبر قدر من المعلومات عن التربة دي بحيث ان انا اقدر احللها بشكل سليم 100%. بس ودي كانت نهاية الباور بوينت بتاعنا. اتمنى الفيديو يكون حقق الاستفادة المطلوبة، وشكرا.